صالح الناطور مراسل تلفزيون العربي ينضم إلينا مجدداً. الرشقات بدأت ولم تتوقف، وكما ذكرت لنا قبل قليل فاصل دقائق قد يصل إلى 10 دقائق يفصل بين رشقة وأخرى. التفاصيل الإضافية من عندك صالح. نعم، استمرار لإطلاق الصواريخ من غزة استمر طوال الفترة الماضية، والحديث أيضا عن قصف مدفعي في المنطقة الشمالية لقطاع غزة، وأيضا حديث عن إصابات واحتمالية وقوع شهداء، لكن لم تتضح بعد الآن الصورة كاملة، وننتظر فقط تأكيد من الجهات الرسمية حول ما حدث بالتحديد في المنطقة الشمالية. لكن ما هو مؤكد حتى الآن استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وإعلان فصائل من المقاومة الفلسطينية تبنيها لهذا القصف، ومن بينها ألويات الناصر صلاح الدين وكتائب المقاومة الوطنية، وسبق ذلك سرايا القدس التي أيضا قبل قليل أعلنت عن إطلاقها 7 صواريخ باتجاه مدينة عسقلان المحتلة، وكان أيضا سبق ذلك قصف من قبل فصائل المقاومة لمستوطنات أخرى كسيدي روت وكفار عزة بعشرات الصواريخ، كما أعلنت إحدى فصائل المقاومة الفلسطينية. الأمور يبدو أنها أصبحت ككرة الثلج تذهب باتجاه أوسع فأوسع، استمرار إطلاق الصواريخ، والحديث الآن والأخبار المتواردة عن أيضا رد عسكري إسرائيلي على ما يحدث في المنطقة الشمالية، ووقوع إصابات في إحدى تلك أو في قصف إسرائيلي في المنطقة المستهدفة. حتى نتبين أكثر ونتأكد من المعلومات الواردة من هناك، حتى هذه اللحظة هذه صورة المشهد في غزة، توتر عسكري وأمني متصاعد، وبدأت أيضا حتى نلاحظ هنا في شوارع غزة بدأت يعني في هذه الساعة يعني شوارع بدأت تبدو خالية في بعض المناطق، ونتيجة هذا التوتر المستمر والتصعيد العسكري في القطاع. الحديث عن أيضا يدور أكثر فأكثر عن ما يحدث في الشمال تحديدا، حيث الأنظار تتجه هناك إلى حين أن تتضح الصورة أكثر عن هذا الموضوع. نرد أيضا أخبار أخرى تتعلق بفصائل المقاومة وإعلان كتائب شهداء الأقصى، مجموعات أيضا عن إطلاقها مجموعة من الصواريخ باتجاه أيضا المستوطنات الإسرائيلية. وحقيقة حتى التصريحات السياسية ربما في هذه الفترة يمكن يعني أن نرصد أيضا بعضها كما أوردناها في وقت سابق، أن حركة حماس تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات وتدهور الأوضاع سواء هنا في غزة أو في القدس، بعدما أعلن عن المهلة التي أعطيت من قبل فصائل المقاومة للاحتلال بسحب جنوده من المسجد الأقصى ومن حي الشيخ جراح، والإفراج عن من احتجزهم واعتقلهم في هذه الهبة في القدس. قبل قليل يعني يمكن قول قبل 10 دقائق شاهدنا أيضا رشقة أخرى من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، وحتى هذه الساعة الأمور ليست واضحة تماما إلى متى سوف يستمر إطلاق الصواريخ من القطاع. في هذه الأثناء أيضا نسمع طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي عادة ما تقصف أيضا وفي عدة مناطق قصفت في عدة مناطق في وقت سابق، هي الآن تحلق أيضا في سماء غزة، وتبقى الأمور رهن أيضا الدقائق الأخرى القادمة إلى أين يمكن أن تتجه الأمور، إلى تصعيد أوسع أو مواجهة أوسع مما هي عليه الآن، أم ستبقى في إطارها الحالي في إطار القصف المتبادل بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال من جهة أخرى.